الآن نرحب بضيفنا مباشرة عبر الهاتف. نرحب بالدكتور سامي أبو زهري، رئيس ودائرة سياسية لحركة حماس في الخارج. أهلا بك معنا في المشهد. أولا بالنسبة لكم في حماس، يعني عملية الاغتيال هذه الهنية، هل ترون أنها ستؤثر على مسار الحرب الحالية وكيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتلال الصهيوني عجز كبير عن مواجهة المقاومة الفلسطينية، ولذلك هو يحاول صناعة إنجازات شكلية من خلال عمليات الاغتيال الجبانة، والتي كان آخر أمثلتها فجر هذا اليوم باستهداف رئيس الحركة الشهيد إسماعيل هنية. لذلك ما يجري هو تعبير عن العجز ليس أكثر، ونحن نؤكد أن هذه الاغتيالات لا يمكن أن تفلح في تحقيق أهدافها بإضعاف الحركة أو كسرها، ولنا تجربة طويلة مع هذه الاغتيالات التي نجحنا في تجاوزها والاستمرار بالحركة وتطوير قدرات الحركة رغم هذه الاستهدافات. ولكن ماذا بيد حماس في الوقت الحالي أن تفعله حتى تثبت كما قلت لإسرائيل بأن عملية الاغتيال هذه لم تؤثر ولن تؤثر فيها؟ إذا كان الاحتلال يظن أنه باغتيال القادة يستطيع اغتيال الحركة فهو واهي. وقبل ذلك هو اغتال الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وعدد كبير من قيادات الحركة. هل انتهت حركة حماس في عهد الشيخ أحمد ياسين؟ حماس كانت تطلق الرصاص في عهد إسماعيل هنية، حماس أصبحت تطلق الصواريخ. حماس تتعاظم وتقوى ولا ترجع، لأن حماس ليست مجموعة من أشخاص، حماس فكرة، والفكرة لا تموت بموت أصحابها. وغياب هنية نعم هو شيء مؤلم وثمن كبير، لكن حماس مؤسسة ومنظومة وليست شخص. يعني هل تريد أن تقول أن حماس كانت ربما تنتظر حدوث اغتيال كهذا، أو كانت على الأقل تتوقع أن يحدث في أي لحظة؟ نحن في حرب مفتوحة مع هذا الاحتلال، والاحتلال هو يرسل تهديدات صريحة واضحة وبالأسماء. لذلك توقع الاستهداف لأي من قيادات الحركة هو أمر وارد في ظل الحرب المفتوحة التي يعلنها الاحتلال الصهيوني، ونحن في مرحلة تحرر وطبيعي أن نكون جاهزون لدفع أثمان من هذا النوع. هل يمكن أن نتحدث الآن عمن سيخلف هنية ربما، أو من ربما سيقوم في مرحلة أولى بمهام رئيس المكتب السياسي لحماس؟ أن هذا أمر سيعلن عنه في الوقت المناسب إن شاء الله. وفي الأثناء، يعني في انتظار الإعلان، يعني كيف سيتم تسيير هذا الموضوع؟ كما أشرت هذا سيعلن عنه في الوقت المناسب. لكن فيما يتعلق بالمفاوضات الآن، هل يمكن أن نقول أن حماس ما زالت ملتزمة بالمفاوضات، طالما أن هناك أصوات تتحدث عن أن محادثات وقف إطلاق النار يمكن أن تكون قد انهارت الآن؟ ماذا تعلق على ذلك؟ يعني هذا سؤال يوجه للاحتلال الصهيوني. الاحتلال ويبرهن عمليا أنه غير معني أي مفاوضات، ونتنياهو قال اليوم أنه سيرفض أي ضغوط عليه للعودة للتفاوض. هذا موقفه، سيرفض أي ضغوط لوقف الحرب. بالتالي الرسالة موجهة لأمريكا، الإدارة الأمريكية التي دوما تعلن أنه نتنياهو يريد وقف الحرب، وأن المشكلة هي حماس الذي يقتل ويرتكب المجازر بحق شعبنا الفلسطيني، ويعلن صراحة أنه يرفض أي ضغوط لوقف الحرب. هو عليه من أن يتحمل مسؤولية عن أي تطورات. نعم، لكن دكتور أبو زهري، حتى نوضح فقط، يعني حماس ما زالت ملتزمة بمسار المفاوضات، يمكن أن نقول ذلك؟ لا يوجد مفاوضات أصلا حتى نلتزم بها. يوجد دماء نازفة، دورنا أن نحمي شعبنا وندافع عن شعبنا. ما تريد أمريكا مفاوضات وليس اتفاق، تريد مفاوضات حتى تستخدم غطاء استمرار القتل والذبح بحق شعبنا وقياداتنا. هذه الحقيقة. يعني هل هذا اتهام أيضا للولايات المتحدة من طرفكم أيضا؟ المسألة ليست بحاجة لاتهام. الإدارة الأمريكية هي شريك في كل هذا العدوان.
الذي يرتكبه الاحتلال الصهيوني. والمسألة أكثر من واضحة، الإدارة الأمريكية توفر كل الغطاء للاحتلال الصهيوني لارتكاب هذه المجازر، وتقدم له الدعم السياسي والإعلامي والمعنوي، وتقدم له المال والسلاح بكل الأشكال. وذلك نحن أمام إدارة شريكة في العدوان على شعبنا. وفيما يتعلق بعملية اغتيال إسماعيل هنية في حد ذاتها، هنا كما تابعنا إيران بنفسها كانت قد حملت واشنطن المسؤولية المباشرة عن ذلك، فبالتالي أنتم تتفقون مع هذا الاتهام الإيراني للولايات المتحدة؟ نحن أمام جريمة من نوع خاص، نحن أمام تصفية لرئيس الحركة مثل هذه الجريمة بهذا المستوى وعلى أرض في دولة بوزن إيران. مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه على المستوى الإسرائيلي. الإدارة الأمريكية طبيعي أنها أعطت الضوء الأخضر، خاصة أن نتنياهو عاد من أمريكا ونفذ هذه الجريمة. ذلك نحن، وهذا طبعا في السياق العام الذي يتسم بالدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الصهيوني، لذلك الإدارة الأمريكية هي شريكة في هذا العدوان. طيب، ربما في موضوع آخر، حركة فتح يعني عبر عدد من قياديها في لقاءات صحفية منذ هذا الصباح، يعني كانوا يقولون أن الظروف الحالية وما حدث هو ربما يشير إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، فما موقف حماس من هذه الدعوات من فتح في الساعات الأخيرة؟ هناك اتفاق في الصين ونأمل تنفيذه، لكن اليوم المطلوب التركيز على الدم، التركيز على المجازر. كيف يمكن أن نحمي شعبنا الفلسطيني؟ هذه الأولوية أن مشروع الوحدة والمصالحة. هناك ورقة تم اعتماده مؤخرا ونأمل أن يتم تنفيذه. فيما يتعلق بعلاقات حماس مع إيران الآن، أو ربما تنقلات أطراف من حماس في الفترة المقبلة إلى إيران، هل ما زلنا سنرى ربما أطرافا أخرى من حماس مرة أخرى في إيران؟ هذا شيء طبيعي، إيران بلد رغم ما حدث أمام الحركة فيما تغلق معظم بلادنا في المنطقة لأبوابها في وجه قيادة الحركة. هذا هو شيء مؤسف، لكن نحن نعتز بمن يفتح أبوابه وليس العكس. فيما يتعلق ربما حتى بعد عملية اغتيال هنية، ربما هنا فيما يتعلق بما يمكن أن يتعرض له قيادة حماس هنا من الناحية الأمنية، هنا نتحدث معرضون للاستهداف في كل مكان، ولذلك المشكلة ليست في المكان. هذه حرب مفتوحة، والاحتلال لن يدخر جهدا في مواصلة إرهاب وإجرام حق شعبنا وقيادة. نعم، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذا النقاش، دكتور سامي أبو زهري، رئيس ودائرة سياسية لحركة حماس في الخارج.